أصالة والمعصرة كذلك ما ننساوهاش. تمتعنا أمين حوكي، واش حتأدي لنا الآن؟ إن شاء الله. مديح ديني من نظم الشيخ قدور بن سليمان، هو اللي كاتب قصيدة سيدي بلقاسم. يعطيك الصحة، تفضل أمين حوكي. صلي يا سلام عن تجي الكرام وغوتي الأنام سيد الأكيان. صلي يا نبي على نبينا أحمد الهدي نور المدينة. أحمد الهدي نور فؤادي من هويدتي به الاطمئنان. صل يا ربي على نبينا أحمد أخص بالصفا من المصطفى صاروح ونفى واخمر الدينا. وصلى الله عليه آل وصحبه وكل وليه من أهل العرفان. أحمد الهدي نور المدينة. خيفا جيت عن دقة صار يا صاحب الشفاعة المجد. خوفي بزلتي نتمرمل يوم الوقوف عند الله. عار عليك يا محمد عار الغلام على مولاه. الحب يا رسول الله الحب يا حبيب الله. خيفا جيت عن الدقاصات الحرم يا حبيب الله. عار عليك يا
أبو القاسم يا صاحب اللواء والخاتم. راني من فعالي نادم ما صبت باش نلقى ما تبت ما قريت اللازم بلي صغرني بهوى. حبيب الهادي عين الوجود محمدي تاج الكرم السيد سيادي سيدي وسيد خلق الله مدح نمدحك بالشادي حتى نصير نلق الله. مدح نمدح لعدناني بلا قلب والعقل ولساني مولو عطول بزماني ذكروا في خاطري بحلا احلى من العسل في لساني مدح النبي رسول الله. محمد بن مسيب مدحك للناس يفتخر بنشادة في الخلد ديرنا جيرانك يا سعد من خدم مولاه سبحان ربنا لعزك وعطاك الفضل والجار. يا رسول الحرم يا رسول الله الحرم يا حبيب الله كيف ان جيت عندك قاصد الحرم يا حبيب الله شكرا يعطيك الصحة أمين حوكي وشكرا كذلك الفرقة الموسيقية. والله فراقكم صعيب القعدة كانت حلوة وراقية بامتياز يعطيكم الصحة في انتظار أمين حوكي ربما باش يلتحق بنا ككلمة للجمهور ككلمة للناس اللي يحبوكم كذلك في نهاية قعدة الحباب. تفضل الشيخ منصوري.